يحفروا 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 صافي وكيديروا وكيحفروا النيف ويحفروا هكا الصدر حتى صافي وكيبدا داك السحر الاسود مؤدي النازف. كنحس بكل شيء طايب عليا كيوليو التهابات عندي. ومن بعد كيديروا السحر الاسود المجمد كيجمدوا لي كل شيء ما كنبقى نطلع ما كنبقى نهبط. فهمتوا؟ كيبداو بالعقاد ديال الموت. هادو راه شي 30 مره ديال سحر القتل راه باغيين يقتلوني ماشي كيسحروا زعما باش يخلوني. نوض حسين علاش نتي تما كنتي استاذه القريه؟ حسين راه ما تيخلي تاع جدوز ان شاء الله. ولك راه كل نهار عندي سحر جديد معاه. ما خلوش ليا البنت تقرا حتى هي اللي كتكون تلعب في اللعاب عاديه غير تشد الكسيب وتقول لي ماما ماشي حد ضربني ماشي حد ضربني هنا وتروح الكسيب. ما خلوهاش ليا تقرا السحر القتل. يعني هادو تبعونا حنا انا والوليدات وهادشي راه ما كانش عندي. ديريكتومون في ديك المدرسه اللي جيت نخدم فيها بداني هادشي. نجي الله والذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كل عقدة باسمك الأعظم باسمك الأعظم باسمك الأعظم باسمك الأعظم باسمك الأعظم أحرق كل عقدة أحرق كل عقدة. فك كل سحر معلق في الأشجار فك كل سحر معلق في الأشجار. كل عقدة في المعدة على من رأس سحر المخ والمخيخ 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 سحر المخ والمخيخ. ألام العظام ألام العظام ألام العظام ألام العظام. شي قرعه مسدوده شي حاجه بغات فهمتي بحال شي حاجه مسدوده وشي حاجه بغات تخرج هذه البلاصه هذاك الشيء كامل ما غاديش يبقى بجهد الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد إننا اليوم في قصة الأستاذة أمينة التي كانت تدرس تلاميذ وأباؤهم سحرة وهم الذين فعلوا لها الأسحار الكثيرة. نضرب الدارجه انتما عارفيني كيف القاعده ديما اللغه الخشبه انت راه ما تعجبنيش انا انت عارفني شكاين هاد الاستاذه هذه امينه كان يعني بحالي ولات جامعه القضيه فيها جامعه يعني من الاعدادي من الثانوي تولوا سحرتهم تا هما تخرجوا سحره تيسحروا. فداك السحر اللي وضعوا لها ان داك الجن اللي دخلها عليه فهو تيجدد السحر راسو. تطورات القضيه ما بقاش داك السحر صافي فقط يعني هي حتى ولات يحصل لها كيف هي راه تشوف
ماشي غير رغم التشخيص ديالنا، كل نهار عندها سحر، كل نهار كل نهار راس الله راه يوجعها الكتاف دائما. المرض تشتت، هي تشتت العائله ديالها، لا حول ولا قوه الا بالله. حنا الحمد لله رب العالمين راه دائما تنصحوا اخواننا المسلمين المؤمنين، راه ما خش الانسان يبدا يضرخوه المسلم، راه داك الضرر اللي تتوديروه راه نتوما ما تتشوفوش العواقب ديالو، العواقب الوخيمه. الناس الشريفه راه تتشتت، الناس الشرفه راه تتشتت، يضيعوا لهم ولادهم، نتوما حاسين شبه جيت تصحاب صافي داك السيد اللي واحد حاجه راه لا يقلب ولا يشقلب، راه نقاد لي ورا الناس راه تتشتت، ورا ما حس بالمجهود غير اللي مخبوط به، عائله تيتشتتوا تيوليو الناس ما لاقين ما ياكلو، تيكون بدارو حتى تيولي ما عندوش دارو. راه خصنا نتلاقاو الله في النفس ديالنا. فشنو بان لك في القضيه ديال الاستاذه امينه، كيفاش غادي تتعامل معها؟ غادي نتعامل ان شاء الله معها، غادي تجيب لي الصور ديالها وغادي نتعاملوا معها ان شاء الله باذن الله، راه ما يكون غير الخير، وغادي نديروها من بعد تحصين من الشياطين، تحصين ديال سورة ياسين اللي تيمنع جميع الشياطين. فالاستاذه امينه راه طال الامل ديالها بك الحاج العلوي، فواش كتوعدها بانك ان شاء الله؟ لا ان شاء الله ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله باذن الله، غادي نديروا معها جميع الجهد، الجهد ديالنا والقوه ديالنا، وما كيكون غير الخير. المشكل ديالي مجموعه ديال الاصحاب اللي تعرضت لها ديال القتل، لي يعني كنت كتوصل بيا لمرحله تاع الموت، صافي غنلفظ الانفاس ديالي حتى كنكره الحياه. حررت عليا العيشه بهاد الاصحار، وخصوصا انها من جده وديال القتل وديال يعني اصحار ديال الموت، يعني ما مستحيل يتحملها الواحد، مؤذيه جدا جدا لدرجه ان الواحد يتمنى الموت على يبقى حي وكيعيش هذيك الاصحار. واخا اليوم نجي شي عند الراقي العلوي شنو قال لك؟ وقال لي بانه غيدير مجهوده باش ويعمل لي التحصين باش ما يبقاوش يتجدوا هاد الاصحار ديال القتل. ويلا ملي قالك ايت من ديك الحاكم باش حسيت؟ وحسيت بحال شي كاس وبحال شي قنينه عمرات وتسدات وعمرات يعني وشي حاجه خاصها تخرج. المهم ان شاء الله استاذي، ان شاء الله بجهد الله سبحانه وتعالى حنا الاستاذه امينه غادي نوقفوا معها ونديروا كل الجهد ديالنا، وفاذا عزمت فتوكل على الله، والحمد لله بالعزيمة القوية وبالإرادة إن شاء الله غادي نتجاوزوا جميع المصائب إن شاء الله بإذن الله، وما يكون لا نصب لا حتى شي حاجة، وراه ربي غادي يشافي. أييه الصلاة في وقتها، الأذكار والأوراد مثلا سورة الفاتحة غتبقى تقراها في اليوم 41 مرة على الماء في الصباح، وعاوتاني 41 مرة في الليل، هذا هو الورد ديالها اللي أتخذ، وقل هو الله أحد 21 مرة على 21 مرة في الليل، وتشرب داك الماء، هادو هما الصلاة في الوقت ديالها، والأذكار طبعا ديال الصباح وديال النوم، ودائما بنادم يكون على وضوء وراه ما يكون غير الخير بإذن الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.